الموضوع بيعلى. انا بكلمك بقى كراجل لاعب في النادي الاهلي ودربت النادي الاهلي، كل ما بنلاقي الزمالك بيعلى احنا كمان بنعلى. في منافس لما بيلاقي المنافس بتاعه بيعلى هو بيقع، وفي منافس لما بيلاقي المنافس بتاعه بيعلى هو كمان بيعلى. فدي فينا، دي ميزه فينا، دي فرق كبير كل جدا. كل الاجيال يعني دي حاجه مميزه قوي في فريق النادي الاهلي وتربينا عليها من زمان. فدي انا اعتقد انها هتعمل نوع من التركيز. انا شايف فريق النادي الاهلي متابع التدريبات، متابع الحياه هناك. النادي الاهلي قافل على نفسه بشكل كويس جدا، رايح مركز، وتعرف من عدد اللعيبه اللي رايحه، من فايلر والاجواء اللي حاططها في المعسكر، الحاجات دي كلها بتبين لك قد ايه الفريق مركز وعايش المباراه. يعني قرار ان فايلر باستبعاد رمضان صبحي، او ان رمضان صبحي مش جاهز لهذه المباراه، ايه رايك؟ اكيد شايف، هو طبعا بقاله فتره، يعني رمضان بقاله فتره مش قليله، يعني عارف شهرين شهرين وين. شهرين لا شهرين هو 17 12 17 12 النهارده يعني 19 لا شهرين وين. بس صعب، يعني صعب تعتمد الفتره اللي نزلها قد ايه، نوع التدريبات اللي خدها قد ايه. ممكن يكون نزل معايا مثلا اربع خمس ايام بس تدريبات قويه، تدريبات فيها احمال تدريبيه يقدر ان هو، لكن واضح جدا من تتابع المباريات ومن وكثافه المباريات ان فايلر ما بيعملش تمرينات تقيله. لو مكانه هتعمل كده يا كابتن يوسف؟ صعب صعب صعب، يعني اعتقد صعب. تختلف وجهات النظر، بس طبعا بنرجع دايما للمدير الفني، هو اللي صاحب القرار وهو اللي شايف عنده فكر بتاعه بيحطه. في فكر تاني يقول لك والله ممكن احطه على البنش واستفيد بيه، حتى لو تغييره ثالثه اخر 10 دقائق اخر ربع ساعه ممكن. لكن احنا بنحترم قرار فايلر ان هو يعني شايف رمضان مش جاهز. هو عنده اوراق كمان كويسه، يعني عنده وليد سليمان، عنده جيرالدو، عنده اليو باجي، عنده حلول، عنده احمد الشيخ، كهربا، او عنده كهربا اليمين يعني، او عنده كهربا. لا انا بتكلم على الاوراق، على الاوراق اللي يقدر يستعين بيها هجوميا. لما بتتكلم في اربع لعيبه يختار منهم ثلاثه، لو هو ما كانش المباراه اتحلت او ظروف المباراه تحتم عليه ان هو يلجا لتغييرات هجوميه، عنده اربع اوراق ينقي منهم، يختار منهم ثلاثة كويس بشكل كويس. الزمالك يا كابتن بالنسبة لك كانت مفاجأة ظهوره بمستوى أو